السلام عليكم، على بركة الله. نبدأ معكم إن شاء الله هذه الجولة من فلون، وأستسمح على الصوت ديالي راه شوية عيانة. المهم بالنسبة لها الفلو، كانوا دايرين عروض يعني زوينة بزاف، وباقي دايرين العرض ديال يعني لا خديت وحدة كتاخد الثانية يعني فابور. بالنسبة لهادي هاد الكات هذا داير 339 درهم. أنا وريتكم، كان نوريكم زعما يعني بحال مثلا خلصتو هذاك الأول، راه الثاني اللي حداه كتديه حتى هو فابور. وبالنسبه لحاجه واحده اخرى، الا مثلا خديتو مثلا شي حاجه ب مثلا 150 درهم، وعجبتكم شي حاجه ب 100 درهم، راه كتخلصوا 150 درهم. المهم راه كنوريكم يعني الكاليتي ديالو كيفاش دايره. وبالنسبه لهادو كذلك حتى هما عجبوني، حتى هما زوينين هكذا، والثمن ديالهم حتى هما مناسب، 99 درهم كتاخذوا جوج. وبالنسبه لحاجه واحده اخرى، الا بغيتو تاخذوا مثلا بحال دابا شي موديل بحال هذا مثلا بحال من هنا، وتاخذوا موديل واحد اخر، راه ماشي مشكل، حيت بزاف الناس دخلوا عندي وكيسولوني، ماشي مشكل. اي موديل بغيتو تاخذوا غير هو شنو، من الاحسن خذوا الثمن يكون مقارب باش تخلصوا، يعني الثمن يعني يكون يعني ما تضيعوش في الثمن وصافي، هادشي اللي كاين. كذلك هاد الكاط هذا كما كتشوفوا 259 درهم، كاليتي ديالو واعره بزاف. وبالنسبة لهادو حتى هما عجبوني هكذا، شي حاجة لي زوينة بزاف وخفافين، يعني مني كتهزوهم راه خفافين بزاف، يعني بحال مثلا إلا لبسوهم وليداتكم ولا في المشية يعني غيبقاو مرتاحين. هادو 159 درهم، يعني جوج كتاخدو جوج 159 درهم. وبالنسبة لهاد لي بوت هذا حتى هو عجبني بزاف، شي حاجة زوينة بزاف. بالنسبه لهادو يلا جابوهم، باقي فيهم لي طاي باقي، يعني يلا جابوهم. هادو 339 درهم. عجبوني صراحه، وكيبقى الثمن ديالهم يعني صراحه مناسب، والكاليتي زوينه بزاف. انا كنشارك معاكم الحاجه اللي الكاليتي ديالها زوينه. وبالنسبة لهاد البانطوفات هادو ديال يعني ديال الدار، فيهم داك الألوان صراحة زوينة بزاف، والثمن ديالهم 109 دراهم، يعني جوج 109 دراهم. حتى هادو راه فيهم واحد الكمية مهمة. بالنسبة للتصنادلة هذه عجباتني هكذا صغيرة، هذه 79 درهم، هذه جوج يعني كتاخدو يعني جوج ب 79 درهم. دابا يعني انا كنشارك معاكم البلاصة اللي فيها السولد، البلاصة اللي فيها جوج بثمن واحد، وفي الاخر ان شاء الله غنشارك معاكم الجهة ديال يعني كتاخدو يعني بثمن ديال كل حاجة بوحديتها. كذلك هاد السبردي اللي عجباتني ديال الرجال 129 درهم، يعني غتاخدو جوج ب 129 درهم، كيبقى ثمن جد جد مناسب، كانت دايره 249 درهم. هذه حتى هي 219 درهم. دابا الان راه باقا معكم في البلاصه ديال جوج بالثمن ديال وحده. هاد الصباط هذا حتى هو يعني بالنسبه للناس اللي كيعجبهم هاد الستيل ديال الصبابط، بحال مثلا خديتو هاد الزوج هادو راه كتخلصو غير 219، يعني بجوج بيهم غتخلصو 219 درهم. وبالنسبة لهاد البالغينة هادي عجباتني، خفيفة في اللبسة ديالها زوينة. بالنسبة لهاد البالغينة هادي عجباتني بزاف هكذا، شي حاجة اللي خفيفة
وحتى الثمن ديالها زوين، يعني بجوج 159 درهم. كذلك هذا الصابو هذا حتى هو غير هذا اللون هذا اللي فيه سولد، هذا ب99 درهم، يعني جوج ب99 درهم. وفي الالوان يعني واحده اخرى راه يعني الثمن ديالو شويه زايد. وبالنسبه لهذا الصابو حتى هو ولا بانطوفا الشكل ديالها زوين بزاف، هادي 79 درهم، يعني كتاخدو جوج ب79 درهم، ثمن جد مناسب. والصابو يعني ولا البانطوفا كتبقى شي حاجه زوينه، يعني شي حاجه زوينه بزاف، وحتى في اللبسه ديالها خفيفه. وبالنسبه لهاد السبيبطات هادو او بانطوفات، يعني كيجيو هكا فيهم داك السكراتش في سميتو، هادو حتى هما فيهم واحد الثمن اللي زوين. هادي ديال الاولاد، والاخرى اللي حدا هاد البنات الثمن ديالهم 119 درهم، يعني جوج ب119 درهم. وهنا كنشارك معكم يعني التقشرات، هنا تقشر 4 ديال البياسات على ما اظن 29 درهم، حتى هما سولد. كذلك هادو ثلاثة، يمكن ثلاثة 29 درهم حتى هما. المهم كانوا بزاف ديال الشكلات ديال التقشرات، كاين ديال الصغار، كاين ديال الكبار، ديال الرجال. هادو ثلاثة ب49 درهم، هادو اللي كيجيو هكذا على هاد هكا قصارين. هادو دالوليدات 49 درهم، كتمشي يعني ثلاثة، هادو غلاضين شوية، هادو كيمشيو خمسة كما كتشوفو 59 درهم. كاين شي حاجة اللي فيها السولد وكاين شي حاجة اللي لا. بالنسبة لهادو حتى هما خمسة ب59 درهم. هنايا مشيت للبلاصة اللي كانوا معلقين فيها التقشرات، هادو حتى هما ثلاثة ب39 درهم. عجبني هاد الشكل هكذا، الشكل ديالهم زوين بزاف. هادو كذلك عاود خمسة، خمسة ب44 درهم. وبقاو معايا ان شاء الله حتى الاخر، غنوريكم لي فاليز، غنوريكم السيكان، هكذا البزيطمات، مهم بزاف الحوايج. وبالنسبه لهاد البزيطمات هادو عجبوني صراحه، فيهم الالوان ولاني الكاليتي ديالهم زوينه بزاف. هادو 79 درهم، فيهم هاد المارون، فيهم هاد البوردو، فيهم الكحل، هاد الزرق، هذا البيض. وبالنسبه لهذا حتى هو كان فيه سولد، هذا ب34 درهم، كان 39 درهم، رجعوه ب34 درهم. وبالنسبه لفاليز راه كنت شاركت معكم مره اخرى لي فاليز، دابا عاوتاني جاوبوهم. بالنسبه لهاد الصغيره هادي دايره 299 درهم، يعني صراحه ماشي زعما صغيره بزاف، راها يعني مزيانه. هادي بالنسبه لهادي حتى هي 399 درهم، هادي المويان، وفيهم الموف، وفيهم الكحل، الكري، والبيج. اللي بغاهم راهم مازالين. ودابا غادي نشارك معكم يعني كل بياسه بالثمن ديالها. بالنسبه لهاد السبادغي هادي ولا سبرديله، هادي 209 درهم، شي حاجه زوينه. كذلك حتى هادي ديال سبايدرمان، وفيهم الالوان. وبالنسبه لهادي حتى هي سبايدرمان 199 درهم. وبالنسبه لهاد السبرديله هادي عجباتني بزاف، خفيفه في اللبسه ديالها، خفيفه. وهاد الموديل اللي فيها هكذا ديال البهره زوين بزاف، يعني هاد التشكيل ديالها زوين. وبالنسبه للثمن ديالها 199 درهم. كذلك حتى هادي عجباتني، هاد يعني على شكل كات ولا بوت ولا، 169 درهم
حتى هو فيه فيه كونتي تي صورت معاكم، يعني كاين باقي فيه. كاين عاوتاني هذا 159 درهم، بالنسبة لهذا راه ديال الولاد. وبالنسبة للسيكان حاولت نشارك معاكم، يعني هكذا تشوفوا صافي، يعني ان شاء الله لا بغيتو المرة الجاية ان شاء الله نصور لكم ان شاء الله يعني نصور لكم مزيان السيكان. كان هذا 289 درهم، هذا كذلك 299 درهم. بالنسبة لهذا كيجي هكذا مفتوح، يعني 199 درهم، كيجي فيه داك الشبيكة. المهم كانوا شكيلات لي زوينه بزاف بالنسبه للدراري الصغار هكذا النساء، المهم شي حاجه لي زوينه كانوا، يعني كانوا الاختيارات زعما في السيكان. الثمن ديالهم مثل هاد الكحل هذا وفي هاد الاورنج 219 درهم. حتى هاد البيض هذا زوين حتى هو، يا الشكل ديالو زوين بزاف. غنشوف الثمن ديالو دابا، يمكن قلبت على الثمن. 219 درهم. وحتى لهنا كنقول لكم الى عجبكم الفيديو ما تنساوش دعموني بلايك، واللي ما مشتركش مرحبا به والف مرحبا، الى عجبته القناه يشترك على الراس والعين. وشكرا لكم بزاف على المشاهده. غادي نكمل معكم بالنسبه لهاد السبرديله هذه 219 درهم، كذلك حتى هذه شي حاجه لي زوينه وخفافين بزاف. وحتى لهنا كنقول لكم شكرا لكم على المتابعه.